بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد امين. بنرحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم قلب واحد. الحقيقه حابب اتامل مع حضراتكم النهارده كلمه ممكن تكون اغلى كلمه على قلب ربنا، عشان الكنيسه شاطره فالكنيسه رتبت ان الكلمه دي تكون في كل صلوه من صلواتها. هي احب كلمه للكنيسه، كلمه يا رب ارحم. فعلا لو ركزنا في صلوات الكنيسة هنلاحظ ان الكنيسة في كل حاجة بتقول كلمة يا رب ارحم، كيريا ليسون، كأن الكنيسة ما تعرفش غير الكلمة دي. بفتكر نفسي كده وانا صغير كنت اما في وسط الشمامسة احس ايه ان القداس قد ايه جميل وقد ايه ابونا بيقول حاجات حلوة، بس في حاجة كده غريبة، هو ليه احنا واقفين برا ما بنعرفش نقول غير يا رب ارحم يا رب ارحم؟ هو مفيش حاجة تانية؟ يعني احنا كشمامسة وشعب ما ينفعش نقول حاجة مختلفة؟ وكنت حتى استغرب قوي لما ايه نيجي نغير كلمة يا رب ارحم فالتغيير يكون اننا نقولها 3 مرات، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم في بعض المردات في الكنيسة فعلا، او نقول كرحمتك يا رب وليس كخطايا. يا سلام على يعني هو ده التغيير اللي اتغير في الكنيسة؟ هو ده التغيير اللي اتغير في الصلاة؟ او ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. بس الحقيقة لما كبرت وركزت شفت اللخبطة والمشاكل الكتير اللي احنا فيها، حسيت قد ايه الكنيسة حكيمة جدا وشاطرة جدا انها تختار كلمة الرحمة وهي بتصلي ورفع عنيها ربنا. احنا محتاجين رحمتك يا رب، كأن الكنيسة بتقول له ملناش رجاء غير في رحمتك، ما عندناش حاجة تانية نتسند عليها، عشمانين فيك يا رب، عشمنا كله في انك تترأف وترحم. وبيني وبينكم فكرت كده، لو أنا كأب واقف قدامي ولادي وهم في كسرتهم ووجعهم وحزنهم وقالوا لي عشمانين فيك عايزين رحمتك، أنا هقدر أدور وشي عنهم؟ هقدر بالبلدي أطنشهم؟ هقدر ما يهمونيش وما يشغلونيش؟ تهيالي أي أب حنين هيشوف ولاد واقفين قدامه بيقولوا له عشمانين فيك يا بابا محتاجين رحمتك، تهيالي قلبه هيوجعه، مش هيستحمل إن هو يعني يدور وشه عنهم. عشان كده الكنيسة من شطارتها ومن حكمتها اتعلمت كده، أبونا يقف يصلي، أبونا يصلي ليه؟ أشية السلامة من أجل سلام الكنيسة. طب إحنا نقول إيه؟ يا رب ارحم. أبونا يصلي من أجل سيدنا البابا ربنا يديله طولة العمر، إحنا نقول يا رب ارحم. أبونا يصلي لأبائنا الأساقفة وأبائنا الكهنة وإخواتنا الشمامسة، إحنا نقول يا رب ارحم. أبونا يصلي لاجتماعات الكنيسة، أبونا يصلي للزروع، للعشب، لأهوية السماء، يصلي عشان الجو يبقى كويس، يصلي عشان مية النيل. أبونا يصلي من أجل الموضع، المكان اللي إحنا فيه، أبونا يصلي يقول اللي هو عايزه. الكنيسة تصرخ تقول إيه؟ يا رب ارحم. الكنيسة كمان عشان شاطرة تيجي في كل وقفة صلاة تقوم تحط كلمة يا رب ارحم 41 مرة، نصلي باكر، نصلي الغروب، نصلي التالتة، نصلي النوم، نصرخ مرات كتير يا رب ارحم. يعني الكنيسة تقف تقول كيريا ليسون كيريا ليسون، يا رب ارحم، ارحمنا يا الله، اسمعنا وارحمنا، كله احنا عايزين رحمتك، ما عندناش حاجة تانية، ما فيش في ايدينا غير ان احنا نطلب منك رحمة. ولما الصلوات تبقى اعمق واعمق نزود كلمة يا رب ارحم، نيجي يوم الجمعة العظيمة بدل ما نقولها 41 نقولها مئات المرات، كأن هي دي الكلمة اللي حلتنا. نقف في الإكليل وإحنا فرحانين نقول يا رب ارحم، نقف في الجنازات وإحنا زعلانين نقول يا رب ارحم، نقف في البيوت وإحنا بنبارك البيت يا رب ارحم، نقف في صلاة التشت عشان بيبي اتولد وفرحنا يا رب ارحم، نقف في المعمودية وطفل جديد بيتضاف لجسد الكنيسة يا رب ارحم. الكنيسة ما بتعرفش غير إنها تصرخ يا رب ارحم. لما بقف في وسط القداس كده واجي عند يعني اقف اصلي واقول ويدين المسكونه بالعدل، كاني في لحظه كده بسالتش عن الرحمه، سالت عن العدل، ويعطي كل واحد كاعماله، بجد بحس انها كلمه مرعبه. عدل؟ انت يا ابونا واقف قدام ربنا بتسال عن العدل وقادر تقولها وقد الكلام اللي انت بتقوله؟ بس فعلا بحس ان الكنيسه كلها بتنقذ ابونا، اول ما ابونا يقول ويدين المسكونه بالعدل ويعطي كل واحد كنحو اعماله، الكنيسه كلها بتصرخ تقول ايه؟ كرحمتك يا رب وليس كخطايا.
كانهم بيقولوا له ما تسمعش كلام ابونا، يا رب ما تسمعش كلام عدل ايه، احنا عايزين رحمتك كرحمتك. كان حوار جميل ما بين ابونا والشعب وربنا. ابونا بيقول له حاجه، الشعب بيقول له لا يا عدل ده صعب قوي، احنا لو وقفنا يا رب قدامك بالعدل كلنا هنقع، كلنا مش هنعرف نقف، احنا عشمانين فيك وفي رحمتك كرحمتك يا رب. ولما يجي نصلي الاواشي من اجل، ونصلي من اجل سلام الكنيسه وسيدنا البابا وابائنا الاساقفه وابائنا الكهنه، وبعدين ابونا يختم بجمله كده يقول ايه، وكل الخدام وكل الذين في البتوليه وطهاره كل شعبك المؤمن، ويصرخ ابونا في الاخر ويقول اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. كلنا معا دي في اصلها القبطي كلنا شروه واحده. كلمه شروه على فكره بالمناسبه كلمه قبطيه، كلنا شروه واحده. اهالينا الكبار يعرفوا يعني ايه كلمه شروه. شروه يعني ايه؟ يعني تيجي تشتري كده في لغه الناس اللي بتشتغل في السمك، يقول لك شروه واحده يعني هتاخد كل اللي انت شايفه مع بعضه. اللي انت شايفه ده ايه بقى؟ ممكن تلاقي في وسط اللي انت شايفه جمبري من اللي قيمه، وسمك بساريه من اللي الناس بتعتبره ولا حاجه. احنا كمان بنقف قدام ربنا نقول له كده، احنا كلنا يا رب شروه واحده. لو شايف فينا حد قلبه حلو زي ما الجمبري ليه قيمه، وشايف حد غلبان ملوش قيمه او قليل او عمره ما في يرفع قلبه ليك ويصلي، يا رب ارحمنا كلنا مع بعض. ارحم يا رب الزوجه اللي واقفه في الكنيسه رفع قلبها بتصرخ وجوزها اللي عمره ما دخل الكنيسه. كلنا معا يا رب. ارحم يا رب الاب اللي عمره ما فوت قداس ودايما قلبه مرفوع ليك، وابنه اللي يعني مش حابب يجي الكنيسه، اللي مش بيسمع كلام ابوه. احنا محتاجين كلنا يا رب نبقى شروه واحده. ارحمنا يا الله كلنا شروه واحده، كلنا معا. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا، كلنا معا. بنفاصل مع ربنا كاننا يعني بنقول لربنا، مش انت قلت يا رب الخراف عن يميني والجداء عن يساري؟ بلاش يا رب الحكايه دي. كاننا واقفين بجد بنناقش ربنا، يعني مش هو ابونا واحنا ولاده وبنناقش وبنحكي معاه، كاننا بنقول له كده يا رب يعني انت، طب ما هو الخراف على يميني والجداء عن يساري، طب ما كلنا هنبقى جداء كده. هو فينا في هو في حد فينا ينفع يقول انا حامل وديع؟ ده احنا يعني ما بتعديش علينا ساعه الا وندي لك ظهرنا يا رب. يعني ده احنا نبقى واقفين في القداس ودموعنا بتجري، ونطلع من القداس نتكلم على بعض، نروح البيت نقول احنا صايمين، وسط ما احنا قاعدين بناكل الاكل الصيامي ان ندين في اللي حوالينا وفي الناس اللي كنا معاهم وفي العيله احنا مش عارفين يا رب يعني نقضي ساعتين كاملين ليك. فازاي يا رب يعني يجي يوم وتقول الحملان يمين والجداء شمال؟ طب ما كلنا هيبقى موقفنا صعب قوي. احنا عشمانين فيك يا رب. انا عمال اكرر عشمانين فيك يا رب زي ما بنكرر كلمه يا رب ارحم، لانها نفس الكلمه. احنا عشمانين في رحمتك. في ناس كتير ممكن تقول لي يعني يا ابونا انت بتقول رحمه، احنا حالتنا صعبه، احنا خطيتنا صعبه. في ناس كتير تحس كده، احنا 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 صعبين، احنا كلنا مشاكل وكلنا لخبطه وكلنا خطيه. عايز اقول لهم حاجه، الرحمه لمن لا يستحق الرحمه. احكي لكم قصه عشان نفهم منها الجمله دي. زمان ايام نابليون بونابرت راحت له ام ابنها معاه في الجنود في الجيش، وقالت له انا جاي اطلب رحمتك لابني. قال لها ابنك عمل تصرف يستاهل انه يتعاقب، دي جريمه. قالت له انا برجوك وانا بعرف انك انت بتحب الرحمه، ارحم ابني. قال لها دي مش اول مره، انا رحمته قبل كده وكان غلطان، ابنك ما يستاهلش الرحمه. قالت له انا عارفه انك رحمته قبل كده وعارفه كويس انه ما يستاهلش الرحمه، لو كان يستاهل الرحمه وانت رحمته تبقى مش رحمه. قال لها ازاي يعني؟ قالت له لو يستحق يترحم وانت قدمت رحمه تبقاش رحمه، ما هو يستحق يترحم. لكن الرحمه لمن لا يستحق الرحمه. وقف نابليون قدامها وكرر الكلمات وقال لها دلوقتي بس فهمت معنى الرحمه. نابليون يمكن يكون فهم معنى الرحمه متاخر شويه، لكن ربنا يسوع هو كله رحمه، هو اله الرحمه والتعزيات.
الرحمه وجه المحبه اللامع، وربنا يسوع هو المحبه، هو الرحمه. عشان كده انا بطمن كل حد متخيل ان حياته اسودت والدنيا صعبه اتلخبطت وحاسس انه ملهوش رحمه ومش واثق ابدا في الرحمه، كل شاب بعد عن ربنا، ربنا مستنيك وفاتح حضنه ورحمته اوسع مما تتخيل. كل بنت حست ان الدنيا اتلخبطت بيها، حست انها تعرضت لاساءات صعبه والناس خبطوها وبعد كده هي كملت على نفسها، ثقي ان ربنا يسوع فاتح حضنه بجد، وان كلمه يا رب ارحم بتوجع قلبه، بيبقى عايز ياخد ولاده في حضنه. ونروح بعيد ليه؟ هو موسى الاسود ولا اغسطينوس ولا مريم المصريه كانوا اوحش من الوحاشه لما بداوا، بس في وقت معين سمعوا صوت ربنا قرروا انهم يرجعوا لحضنه. عمل ايه ربنا معاهم؟ النهارده بنشوف صوره موسى الاسود، صورته بس من حيث التعزيه، مع انك لما تبص في صورته اقول لك طب ما تفتكر حياته الاولى، لا لا ده انا متعزي جدا. نروح عند جسد القديس موسى الاسود، مش عايزين نمشي، مش عايزين نخرج من المكان، نروح الدير كده، مش عايزين نطلع من الحته دي، ونحكي في وجعنا ونطلع تعبنا ونحكي الم. ده جسد مين؟ ده جسد كان عاش فتره كله خطيه. دي مريم المصريه دي كانت انسانه صعبه جدا، دي بهدله اسكندريه، دي كانت سمعتها وحشه خالص، بس رحمه ربنا احن. رحمه ربنا يعني بحر، بحر ياخد خطايانا يرميها في بحر ويسميه بحر النسيان. يعني مش بس غفر، مش بس رحم، ده حتى مش فاكر اللخبطه اللي احنا كنا عايشين فيها. يمكن حد يقول يا ابونا انت يعني مسهلها قوي ومبسطها قوي، مش انا اللي بقول، ده ربنا يسوع اللي قال الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. وكل ابائنا كانوا يشاورونا دايما على كلمه 7 انها عدد الكمال، يعني 7 مرات دي يعني يقع كتير كتير كتير، ولسه ربنا حضنه مفتوح، ولسه ربنا مستني، ولسه ربنا فرحان بيه. يمكن عايز اقول ملحوظه صغيره في الحته دي، رحمة ربنا دايما موجودة ومحبته ما بتتغيرش، لكن يمكن الفضيلة ان احنا نكتسبها دي محتاجة شوية تعب. يعني ايه بقى؟ اقول لكم قصدي، يعني واحد عايز يبقى انسان عطاء زي انبا برام، ده محتاج يدرب نفسه، ده محتاج شوية جهاد، ده محتاج يتنازل. انت محتاج تقدم لاختك اللي محتاجة، انت عايز تطبطب على اخوك في وجعه، انت عايز تروح البيت بعد ما اشتغلت تجيب لهم حاجه حلوه من فلوسك، ما تقولش دي فلوسي، دي فلوسي مش هدي حد، يبقى انا كده عمري ما هبقى انسان عطاء، مش هعرف العطاء. فالعطاء فضيله محتاجه شويه تعب. الحب عشان ابقى انسان ليه حب بين اللي حواليا محتاج شويه تعب، محتاج شويه غفران، اغفر. اخوك قال لك كلمه سامح، لكن هتقف لاخوك على الكلمه، هتقف لاختك على الموقف، وهتتقمص عشان اهل مراتك قالوا لك حاجه زعلتك، انت مش بتجاهد انك تغفر وتقدم محبه. عمري ما هبقى انسان حب. عشان ابقى رجل صلاه او انسان صلاه محتاج اتعب شويه، محتاج في عز تعبي بالليل بعد ما روحت اقف ارفع عيني لربنا، ارفع قلبي لربنا، محتاج اول ما اصحى من النوم ارفع قلبي لربنا، محتاج طول النهار من وقت للتاني انكش مع ربنا بكلمتين، محتاج اجاهد في الحته دي. يبقى رحمه ربنا ومحبته مش محتاجه شروط، مفتوحه للكل. كلمه يا رب ارحم بتهز السماء، لكن ان انا اكتسب فضيله دي في الحقيقه محتاجه مني شويه تعب، محتاجه مني شويه مجهود. لما حد من ولادنا بيقول لي مثلا انا واقع في خطيه صعبه وحياتي صعبه والدنيا متلخبطه، بلفت نظره للحاجتين اللي بقولهم دول. اول حاجه اصرخ لربنا رحمته واسعه، ما تخافش، حبه ليك ما تغيرش ومش هيقل ابدا. لكن بقول له كمان ابذل شويه جهد عشان تقدر تقف على حيلك. يعني الشباب الصغير مثلا اللي يجوا يقولوا لي واقعين في خطيه صعبه وحاسين ان رحمه ربنا مش لينا، بقول له لا، رحمه ربنا حلوه، لكن انت روح البيت اول ما يجي لك فكر الخطيه او اللخبطه قوم بسرعه مثلا نظف الحمام مكان ماما، مش ماما اللي عليها نظافه الحمام، استر على تعب امك، انزل اعمل مشوار مكان بابا، روح جيب عيش، روح اشتري مشتريات، شويه جهاد، شويه تعب، واقف قول يا رب انا بستر على تعب امي وابويا وانت استر عليا، وانت استر عليا يا رب، انا محتاج سترك زي ما انا بحاول استر على التعب اللي حواليا، فرحني يا رب ان انا اقف على حيني، خليني اتعزى وادوق رحمتك. خليني اقول لكم تاني، اغلى كلمه الكنيسه عرفتها طول حياتها كلمه يا رب ارحم،
خلينا نكرر الكلمة دي من قلبنا، خلينا نقولها واحنا فرحانين، خلينا نفهمها لأولادنا ونعلمهم معناها، خلينا نفهمهم إن العشم كله والرجاء كله في إن ربنا عنده رحمة، وبحر رحمته واسع قوي بياخدنا كلنا وبيحتضننا كلنا. ربنا يفرحكم، يفرح ولادكم، نشوفكم على خير الحلقة الجاية بإذن ربنا. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.